الله يحييكم على التقدير وعلوم الرجال في حفل قوم يروي التاريخ عن وقفاتها في حفل قوم يروي التاريخ عن وقفاتها ذولي بني سفيان لا من صار للفزعة مجال داقف ووقفتها ترجع كل شيء فاتها داقف ووقفتها ترجع كل شيء فاتها الله خلقهم في علوم المرج له مضرب مثال عاداتها طيب المذاهب والوفا عاداتها عاداتها طيب المذاهب والوفا عاداتها من مثل ربعي بين خلق الله وافين الخصال من مثل ربعي ترخص الغالي لاجل شي ماتها من مثل ربعي ترخص الغالي لاجل شي ماتها من مثل ربعي يوم يطرون المواقف والفعال إلا المواقف لاجل ربعي رافعه راياتها إلا المواقف لاجل ربعي رافعه راياتها حنا بني سفيان كنا رمز مجد ولا نزال أمجادنا تحفظ لنا التاريخ في طياتها أمجادنا تحفظ لنا التاريخ في طياتها والليلة عند اللي نعد فالجمايل راسما عامر وعامر من هل الفزعة ومن ساداتها عامر وعامر من هل الفزعة ومن ساداتها ليا وقف ما يعترف بالمستحيل ولا المحال وليا نطق كلمة يوردها لنا بثباتها وليا نطق كلمة يوردها لنا بثباتها مبروك يا عبد العزيز أقل شي لجلك يقال إلا القصايد ما توفي منزلك بأبياتها إلا القصايد ما توفي منزلك بأبياتها بندر له أغلى تهنية من طيب قلب وطيب بال والحمد للي يعطي العالم على نياتها والحمد للي يعطي العالم على نياتها والحمد للي يعطي العالم على نياتها الله يحييكم على التقدير وعلوم الرجال في حفل قوم يروي التاريخ عن وقفاتها في حفل قوم يروي التاريخ عن وقفاتها ذولي بني سفيان لا من صار للفزعة مجال داقف ووقفتها ترجع كل شيء فاتها داقف ووقفتها ترجع كل شيء فاتها الله خلقهم في علوم المرج له مضرب مثال عاداتها طيب المذاهب والوفا عاداتها عاداتها طيب المذاهب والوفا عاداتها من مثل ربعي بين خلق الله وافين الخصال من مثل ربعي ترخص الغالي لاجل شي ماتها من مثل ربعي ترخص الغالي لاجل شي ماتها من مثل ربعي يوم يطرون المواقف والفعال إلا المواقف لاجل ربعي رافعه راياتها إلا المواقف لاجل ربعي رافعه راياتها حنا بني سفيان كنا رمز مجد ولا نزال
أمجادنا تحفظ لنا التاريخ في طياتها. أمجادنا تحفظ لنا التاريخ في طياتها. والليلة عند اللي نعد فالجمايل راسما عامر وعامر من هل الفزعة ومن ساداتها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. هلا مرحبا عداد ما شعشع النور، هلا مرحبا والليل يزداد نوره، ليالي الفرح ننثر بها ورد وزهور، تشريفكم ورد انتباها زهور. ضيوفنا الكرام، باسم الشيخ عامر بن عمر السفياني وباسم قبيلة آل حسن من بني سفيان، أهلا ومرحبا بكم ترحيب المطر في هذه الليلة العطرة بحضوركم ومشاركتكم، والتي نقدم فيها لإرساننا الدعاء بأن يبارك الله لهما وعليهما وأن يجمع بينهما في خير. أيها الأحبة، خير بداية لهذه الفقرات آيات من الذكر الحكيم، يتلوها على مسامعنا الدكتور علي أبو بكر إبراهيم، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. مرة أخرى أيها الأحبة، مرحبا بكم ترحيب المطر. كلمة لقبيلة بني سفيان يلقيها على مسامعكم شيخ ساعد السفياني شيخ قبيلة بني سفيان. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسم قبيلة آل حسن من بني سفيان من قبائل ثقيف، وباسم الشيخ عامر بن عمر وأولاده، نرحب بكم أجمل ترحيب، فأهلا وسهلا بكم، حللتم أهلا ووطأتم سهلا، فحياكم الله جميعا. كما نبارك الفرسان هذه الليلة ونقول لهم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير. كما نشكر الله عز وجل ونشكر قبيلة آل حسن من بني سفيان على ما قاموا به من دفع الدية على الشاب رايد بن جابر الحسن السفياني، وهذا ليس يستغرب عليهم المواقف المشرفة، فإنهم أهل لها بدون قصور في القبائل الأخرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، وللشعر كلمة في هذه المناسبة، ومع قصيدة ترحيبية للشاعر متعب بن عود السفياني، فليتفضل مشكورا. أجل متعب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا. في البداية أبارك لفرسان هذه الليلة وأقول لهم: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. أقول: هلا يا مرحبا ترحيبة حلوة بطعم بهار، ليا من صبها الرجال يقعد راس شاربها. هلا مرحبا بالضيوف وبالعواني وببعد جار، تراحيب السحاب اللي تراكم ثم يمطرها،
هلا مرحبا ترحيب تم في العين قبل الدار، هلا مليون في مليون مثنية ودبلها. أنا في حلتي وأعزم وأرحب وشب النار، حلال الكرم والجود هذه عوايدها. أنا يوم أقول الشعر لا حائر ولا محتار، تجيني بنات الفكر من ساقه ورتبها. أقرر حبة البندق صحيحة كما البيطار، أقرر حبة البندق صحيحة كما البيطار، وإذا حطيتها في الهدف فأنا مؤكدها. يظل الشعر في بالي سوى تلي يدور ثار، ولا يرتاح لين إن الحقيقة يثبتها، وإذا ما جابها يبقى يخاف من الشنا والعار، يروح الدم والشمات من يقدر يسكتها. وبرجع من أول في القصيدة وابتدي المشوار في مدح الرجال اللي علوم الطيب حازتها. حرارة الصقور ولا في كل الصقور أحرار، حرارة الصقور ولا في كل الصقور أحرار، يميزها هداد الحباري يوم هدتها. ونعرف هقوة الرجال لا ميز ولا بختار، أشوف أفعالها قدام عيني وميزها. عيال عامر نخبة النخبة، وعيال عامر نخبة النخبة، وكلهم أخيار. أخوان عبد الله ولاني بكاذب يوم بمدحها. يا رب يا رب تجعلهم في ذا الدنيا طوال أعمار، على الدين وسلوم الرجال اللي تجملها. وزيد يا رب تجعلهم في ذا الدنيا طوال أعمار، على الدين وسلوم الرجال اللي تجملها، وزيد أفراحهم كل ما لف الزمان ودار، وفرحتهم مع العرسان يا ربي تكملها. وبختمها بذكر الله وبذكر سيد الأبرار محمد شفيع الخلق سيدها وخاتمها. سلامتكم. صح لسانك. قصيدة أخرى للشاعر ماجد بن حميد السفياني، فليتفضل مشكورا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهني قبيلة آل حسن عامة في هذا الحفل المميز، وأهني العرسان خاصة، وأقول لهم بارك الله لكما وبارك عليكما وجعل ما بينكما في خير. سلام يا أهل الحفل قيمة وتمجيد، يا لحسن بيت الفخر والزعامة، وضيوفها غالين من غير تحديد، الضيف يقلطن الوفاء والكرامة، فالليلة اللي كانها ليلة العيد، والحفل بنواره مغطي ظلامه، وأنا المقافل أعذار ولا حيد، جينا معزة من تعلى مقامه، عيال عامر يا رموز الأجاويد، يا هامت انت على كل هامه، من عزوة لا يكثر الهرج ويزيد، المجد تأخذ منه ذروة سنامه، والمدح واجب للرجال الصناديد، ولا على مدح النشامة ملامه، والمدح واجب للرجال الصناديد، ولا على مدح النشامة ملامه، واللي حضر له من ثنى المدح تعديد، كل القبائل طامع أهل الجهامة، والمعرفة ما هي سوالف وترديد، العارفة له من كلامه علامة، ما نارد إلا صافيات الموارد، اللي ورد يروى ويقطع أسامه، ما قلد اللو زبدة الهرج مافيد، تم الكلام وختمها بالسلامة. سلامتكم.
أحسنك. أيها الأحبة، ولضيوفنا مشاركة في هذه الأمسية والشاعر مازن بن عبد الله الهذلي فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله. الله يمسيكم بالخير جميع. أولا نبارك لفرسان هذه الليلة ونقول لهم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما وبارك عليكما جمع بينكما في خير. على سياق الخير وهطول الأمطار، على سياق الخير وهطول الأمطار، قرائح الشعار يرعد رعدها، لها تفز الأرض وتفز الأنظار، تمسح عن عيون الطبيعة كبدها، والمزنة اللي نوضها في السماء ثار جابت هجوز، والمزنة اللي نوضها في السماء ثار جابت هجوس المنتظر، في وعدها تنزلت على قمم كل الأقطار، حتى عشبت كف الفقير وحصدها الدين، الدين والتاريخ يوصي على الجار، وهذيل وصت بالوصايا ولدها، والماقف اللي ما تبررها الأعذار تتوق له نفس الكرامة ويدها، والماقف اللي ما تبررها الأعذار تتوق له نفس الكرامة ويدها، جينا ولا قصرة يدينا ولا شبار نطوي الدروب، ولا منعنا جلدها في حشمة اللي قدرهم سر وجهاره للبيوت العامرات، وعمدها جندل وغالى لحقة النار بالنار، حماية وجيه الرجال وسندها أفعالهم، ما هي بحاجة لتذكار في صفحة التاريخ، ما حد جحدها، سلام للتاريخ، مدرار مدرار من واقع الحاضر لماضيها، ألدها اللي جعل ثقيف وهذيل الأحرار قبلة شموخ وعز للي قصدها، في حجازنا نوقف مثل ضلع سنجار نجابها ضداد البلد، في بلدها في حجازنا نوقف مثل ضلع سنجار نجابها ضداد البلد، في بلدها نرجم شياطين التكهن والأحبار حتى تموت وتندفن، في مهدها وندق ناقوس الخطر والزمن جار، نقدم ولا تذخر يدينا جهدها، حنا حماة القريتين وهل الدار وباقي القبائل من دعاها وجدها، هذا هو التاريخ موجز للأخبار بفكار شاعر صاغها واعتمدها على الورق، ولا عبر بث الأقمار كلا يدور ضالته لم فقدها، واطهر نسب واطهر نسب وافضل نسب سيد الأخيار، صلوا على محمد وزيدوا عددها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صح سانك، بيض الله وجهك. من قبيلة عتيبة الهيلة شاركنا الشاعر حمد بن عيض الروقي فليتفضل مشكورا. السلام عليكم، مساكم الله بالخير جميع وألف مبروك. سلام يا أهل الطيب يا منبع الجود، يا أهل الحصون اللي يذري ذراها قوم لها التاريخ، شاهد ومشهود مثل النجوم العالية في سماها، عزوة بني سفيان شعلة وبارود منص الدخيل، اليازبا في حماها قول وفعل، لا حك عود على عود ولا ثارت الهيجة، ودارت رحاها يوم انها ما بين حاوي ومردود، تارد على حوض المنايا اخطاها، نعرف بيوت الطيب من ريحة العود، وجينا على دعوة كريم دعاها عامر، وعامر بالكرم عد مارود تندى يمينه ما يدور جزاها، مبروك للعرسان من زود في زود، عيال عود عالي مستواها عبد العزيز وبندر رجالها الفود، مع ربع والاصحاب زايد غلاها، واليوم وصلوا كل غاية ومقصود بكمال نص الدين، تدرك مناها وحنا عتيبة فعلنا ما له حدود، في مبتدى الدنيا وفي منتهاها نرقى مع أهل المعرفة دايم سنود، والنايفة ما كل واحد رقاها، الواجبة ما دونها عذر وصدود، نوفي
رياجيل الوفاء في وفاها، ونبذل مع رجال الوفاء كل مجهود حتى نجازيها وندرك رضاها واختامها. عداد ما دنت رعود وملاح بارقها، ومن هل ماها صلوا على المبعوث مقام محمود، ومرد الأمة على حوض طه وسلامتكم. أيها الأحبة، هناك من شارك عريسنا هذا المساء في فرحته وقدم إهداءه شعرا ونثرا، وهناك من شاركه بعدد من الهدايا، فنرجو من أصحاب الهدايا تقدم على رأسهم الأستاذ محمد عيد السفياني هدية عبارة عن سيفين لسفيان. لا من صار للفزعة مجال، لقف ووقفتها ترجع كل شيء فاته. هدية مقدمة لمحمد بن معيد السفياني عبارة عن سيفين مذهبة لكل عريس سيف. هدية عبارة عن مسدسين زائد مبلغ مالي مقدمة للإرسان من ممدوح بن عبد الله الهدلي. هدية عينية مقدمة من شركة أعيان، أيضا هدية مقدمة للإرسان. يطرون المواقف والفعال، إلا المواقف لأجل ربعي رافع راياته، إلا المواقف لأجل ربعي رافع راياته. أيضا هدية عبارة عن ثلاث سيوف مقدمة من مسلم المطرفي لعرسان هذا المساء ووالدهم، تفضل مشكورا. تاريخ في طياتها، أمجادنا تحفظ لنا التاريخ في طياتها، والليلة عند اللي نعد فالجمايل. أيها الأحبة، لا يشكر الله من لا يشكر الناس. الشكر الوفير لكم أولا وأخيرا على حضوركم ومشاركتكم لعرساننا ولإحياء هذه الحفلة الرائعة، والقائمين على هذا الحفل قاموا بتكريم كل من شارك معهم في هذه الليلة، ابتداء من الدكتور علي أبو بكر إبراهيم فليتفضل مشكورا استلام هديته. مبروك يا عبد العزيز. أيضا الشاعر ماجد بن حميد السفياني، ماجد. الشاعر مازن بن عبد الله الهذلي، هدية تذكارية بسيطة جدا. طبعا تحية لضيوفنا من قبيلة زهران، حياكم الله ومرحبا بكم ترحيب المطر. تحية طبعا لكل الحضور معنا. هدية للشاعر حمد الروقي، سيشاركنا أيها الأحبة مجموعة من شباب قبيلة بني سفيان في لون العرضة، وجرى تكريمهم وسيجري تكريمهم حاليا قبل العرض إن شاء الله تعالى، وهم الشاب عواد معود السفياني وياسر عبد الله السفياني ومنصور محسن السفياني ومهند محسن السفياني وحمد ساعد السفياني وفهد عمر السفياني وسلمان عمر السفياني ومتعب بن عودة السفياني وإبراهيم بن محمد السفياني. هؤلاء إن شاء الله تعالى سيقومون بعرض لون العرضة أو التعشير. والآن الميكروفون للأستاذ عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا، حياكم الله. معنا هدية مقدمة لمقدمنا المتألق دوما بمناسباتنا الأستاذ مرزوق بن بطيح السفياني، رئيس اللجنة الإعلامية بمركز حي العوالي. خليك تفضل. ختاما نتقدم لكل من شاركنا حفلنا ولبى دعوتنا
بالشكر والثناء ولعرسان حفلنا وافر الدعاء، ونقول لهم كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمعكم وجمع بينكما في خير. وعلى أمل اللقاء بكم في حفلات متعددة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقبل السعد وازدانت ليالينا وطائر اليمن غرد في نواديه وطائر السعد والأقمار ساطعة على العروسين تعلوه الرياحينا الياها عريسنا بندار وعريسنا عبد العزيز. جاءت لكم الأحباب قاطبة تزين الحفل بالتبريك تزييه نعمة الزفاف قد حفها الرحمة الياها رب قولوا أمين. تمم بالصفاء حياتهم وهيئ لهم عيشا رغيدا مكللا ثم الصلاة على النبي وآله صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. قولوا آمين يا جماعة الخير. الله 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 الله
استعد اول واجري ايه حق انا هروي ايه